شفتي بقى يا أميرة إيه رأيك نحرص واقفين وهم يحرصوا؟ يلا بينا بقى عشان نطمن على الكنز. اتفضلي يا أميرة. يلا يلا بينا يا سفروت. يا حراس افتح الباب. اتفضلي اتفضلي يا أميرة. اقفل الباب. سفروت، أهلا يا أنديل الصغنن، عامل إيه؟ أهلا يا دولفين. أهلا يا أميرة، كويس إن أنتوا رجعتوا بالسلامة. الحمد لله على السلامة يا أميرة. خليكوا هنا بقى عقبال ما أشوف الكنز وآجي، اتفقنا؟ حاضر. يلا اتفضلي يا مولاي علشان نشوف الكنز. يلا هروح ابص على الكنز وارجع، خليكوا في مكانكم. يلا يا مولاي اتفضلي. يا الحمد لله يا كابتن اللي احنا خلاص عدينا منها بسلام وانقذنا حياتنا. اسكت يا بطاطا، انا متضايق قوي، خسرت الكنز. معلش معلش يا كابتن، فداك 100 كنز، مش مهم ولا تزعل نفسك، دينا بنقضي ايام حلوة والرحلة جميلة قوي. تعمل ايه بس يا ميمون؟ تعالى ما تلعبش في حاجة. وي 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 وي. يلا يا بطاطا روحوا انتوا بقى ريحوا شوية من الرحلة المتعبة دي. حاضر يا كابتن. ولا يا ميمون، انت زهقتني وما بتسمعش الكلام خالص، انا لازم بقى اراودك. تعالى بقى كده عشان ايه احطك في القفص. اتفضل قدامي، يلا ما توقفش كده. كمان بتحدفني بالموز، اتفضل ادخل. ايوه كده. عشان تتعلم الأدب تسمع الكلام، خليك بقى هنا على طول، مش هتخرج بره القفص غير بعد ما تسمع كلامي يا واد يا ميمون. بس ها الحمد لله يا مولاتي، أصحاب البيت في الجزيرة دفعوا عن البيت، المركب ماشي خلاص، يعني مفيش أي تشويش، هيجوا ياخدوا الكنز ما تقلقيش. الحمد لله يا سفروت، يلا بينا نطمن على الكنز. يا اخطبوط، يلا يا اخطبوط افتح صندوق. الحمد لله الكنز موجود في مكانه، محدش قرب منه. برافو عليك يا اخطبوط، انا لازم اديلك مكافأة كبيرة. يلا اقفل الصندوق. يلا انا هرجع بقى، انا هرجع القصر بتاعي. اتفضلي يا مولاي.